جاي خبر مهم جدا واقتصادي 100%، الخبر عن محطات شمسية فوق أسطح المنازل بدعم الكهرباء وأيضا البنوك. دعت وزارة الكهرباء المواطنين لإقامة محطات شمسية فوق أسطح منازلهم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لتحقيق مردودا اقتصاديا جيدا والاستفادة من قروض ميسرة قدمتها البنوك لتنفيذ هذه المشروعات، كما أن شركات التوزيع تستقبل الراغبين. وأيضا أكد المهندس حسين الفار رئيس توزيع شمال القاهرة أن المحطات الشمسية فوق الأسطح تتبع أيضا هذه الشركات ويمكن أنها تبيع للشبكة أسعار طبعا مهمة جدا جدا، منها 85 قرش للكيلو وات، وخلينا نركز على السعر ده 85 قرش للكيلو وات. وأضاف أيضا أن إنتاج الكيلو وات يحتاج لمساحة حوالي 12 متر مربع بتكلفة تبلغ حوالي 8000 جنيه، تختلف وفقا لعدة عوامل، ويمكن استرجاع كامل تكاليف المحطة خلال حوالي 3 سنوات من عمر المحطة الممتد لمدة 20 عام. وأيضا أكد الفار أن الشركة تقدم الخدمات الاستثمارية والفنية للمواطنين مجانا على أن تحصل مقابل رمزي من عمليات الإشراف والتنفيذ. ده خبر مهم جدا جدا وخبر هيكون اقتصادي، ومش بس كده هيكون كمان حل لمشكلة الطاقة اللي بتقابل مصر خلال الفترة اللي فاتت. خلينا نشوف دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي وطبعا رأيه يهمنا تعليقا على هذا الخبر. دكتور صلاح أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. دكتور صلاح، يعني فكرة أننا نعمل محطات توليد يعني طاقة فوق أسطح منازلنا دي فكرة مهمة جدا جدا للغاية، وإحنا عندنا ما شاء الله الطاقة الشمسية متوفرة تقريبا أغلب الوقت من العام. اديني فكرة كده عن المشروع، إزاي المواطن البسيط ممكن ياخد الخطوات الأولى، وحضرتك شايف إزاي فعلا هيكون المردود الاقتصادي إيجابي بدرجة كبيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت؟ يمكن كمان كنا بنتعرض لمشكلة خاصة في الطاقة، وده هيكون إن شاء الله بادرة لحل هذه المشكلة. طيب باختصار شديد نقول إن مصر إحدى 3 دول في الحزام الشمسي. يعني مصر وجنوب أفريقيا يعدوا أكبر دولتين في الحزام الشمسي موجودين. مصر فيها الشمس بتبقى موجودة في أقل الأوقات 13 ساعة يوميا. مصر الشمس موجودة فيها 340 يوم بصفة متواصلة في 13 ساعة. أما النهاردة لما أجي عاوز أستفيد من الطاقة الشمسية، ربنا حبانا بالشمس وحبانا بحاجة تانية موجودة إحنا مش واخدين بالنا منها، اللي هي رمال السيليكون، اللي هي الرملة البيضاء المعروفة كده إعلاميا باسم الرملة البيضاء. دي موجودة في وسط سيناء. مصر والولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولتين على مستوى العالم في إنتاج الرملة البيضاء، بس درجة نقاء الرمل في الولايات المتحدة الأمريكية في غرب الولايات المتحدة في وادي السيليكون 67%، عندنا هنا في سينا 98.5%. دي ممكن نستفيد بيها ازاي يا دكتور؟ هستفيد بيها ازاي؟ أما النهارده الخلايا الشمسية اللي بتتعمل منين؟ من الرمل البيضاء والسيليكون، يعني أنا عندي بدل ما أروح أستوردها من الصين اقدر اعمل شراكه مع احدى الشركات الصينيه، بدل ما بستورد من النمسا او من المانيا اعمل شراكه معاهم موجوده، انا عندي الارض، عندي الماده الخام موجوده، عندي عماله، انا اكبر زبون، الحكومه هتبقى اكبر زبون ليها. خدي بال حضرتك، انا اقدر استفيد من الطاقه الشمسيه في الاخر. مصر النهارده احنا محتاجين نبني مجموعه من المحطات علشان نزود الطاقه بتاعتها. طيب المحطه اللي هتبقى فوق اسطح المنازل يا دكتور عشان نكلم الناس يعني بالتجربه العمليه، هل المحطه دي هتبقى مكلفه ولا لا؟ طيب المحطه دي تكلفتها بالكامل في اي بيت لا يزيد عن 6000 جنيه. تمام. الحاجه الثانيه المهمه، انا مش هعمل اناره بس، ده انا هعمل اناره وفي خلايا شمسيه بتتحط مع السخانات اللي موجوده علشان تسخين المياه اللي موجوده، لان انت عندك معظم السخانات يا كهرباء يا غاز وبوتاجاز. السخانات في مصر فوق من 3.5 ل 4 مليون سخان. لو انا النهارده عملتها بالتسخين بالطاقه الشمسيه انت وفرت 5% من قيمه الطاقه. لو عملت جميع المنازل وجميع الوزارات وجميع المدارس فقط لا غير بالطاقه الشمسيه انت وفرت فوق ال 28%. لو عملت اعمده الاناره في الشارع واعدادات الاول دور انت وفرت 19% من الطاقه. يبقى احنا كده بنتكلم في حدود 50 52% من الطاقه اقدر اوفرهم خلال 6 اشهر، واقدر، وده بقى مش توفير في يوم، ده توفير مستمر العمر. طبعا. طب
يا دكتور، هل هيبقى في اجهزه ممكن تحتفظ بالطاقه الشمسيه خلال اليوم؟ يعني مش بالظبط كده، بطاريات بتتعمل الصبحيه ينور ويخزن البطاريه، بالليل اقدر استخدم البطاريه. هايل جدا. وده بالمناسبه مصر عندها شركه كبيره تابعه للقوات المسلحه اللي هي شركه البطاريات بتعمل هذا النوع من الخلايا والبطاريات. فانا بطالب هنا من منبر حضرتك ان يتم التعاون بين مجموعه من الشركات والمستثمرين مع هذه الشركه في ادخال هذه الخدمه للشعب كله. الحاجه الثانيه يكون احد البنوك يجيبوا مثلا نقول بنك ناصر، بنك التنميه والائتمان الزراعي اللي عندكم، ان يخش بالقروض للناس. انا النهارده ب 6000 جنيه اديهم لك اسددهم منك على سنه او على سنه ونص بدون فايده او فايده بسيطه جدا، يبقى انت كده الدوله وفرت صحيح حاجات مليارات كتير. أنا بشكرك شكرا جزيلا ليك دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، وده مشروع